طبعا بيجي مع زيت البنات. اسكتوا شو خلوني اسمع. يلا خلينا نتعشى برا. يلا يا مريان في مصيبة. اطلع على المراية. بس ممكن نتأخر شوي. ما بيأثر وإذا تأخرنا، أصلاً عائلتي بطلت فرقانة معي يعني. شو؟ شو قلت بابا؟ اللي قلته هو أولاً أعطيني هذا التليفون، أنتوا حضرتكم أكلتوا المقلب. فمبروك عليكم. تفضل التليفون. بس أنا هلا شو استفدت؟ استفدته إنه أنت وخيك ما تبقوا تتنصتوا على أهاليكم، لأنه ما بتعرفوا شو عم يصير من وراكم. وما تحكموا على الكتاب من غلافه. وباي باي. باي. يلا باي. أنا الشغل مش فاضي. باي باي. يلا يلا. باي باي. يلا خلينا نروح. يس. ماما هاي الخطة بلشت تنجح. طيب اسكتوا شوي خلونا اسمع. يلا 10 دقايق وبكون عندك. عم جيب كم غرض. لقيني على مفرق المول. هاي. هاي. يلا على السينما. يلا. يلا. شو هيدا وطي راسك بسرعة. اجت مرتي. انزلي انزلي هيا اجت. ولا صوت. واو هيدي الصدفة الحلوة. ايه والله. آه يلا 5 دقايق وكون عندك. بس بدي صف بالباركينج. لا بطلع معك. لا لا ما في داعي تتعذبي. اذا بدي خليه روح اشتري لي بوزة. لا لا مني هاي. فهمتها من هون. انت فهمين الموضوع غلط. لا فهمت كفاية. انزلوا معي بسرعة. شو شو عم تعملوا انتو كمان ورا؟ خلص نحن انتهينا. بتعرفي شو؟ خلص كمان انزلي. ما قولي انت هيك بتعمل فيي. ماما هيا اجا. اوكي اسكتوا شوي خلوني اسمع. واخيرا خلصنا من العيطة والضجة. ايه وين بتحبي لاقيكي؟ على مفرق المول؟ ايه ايه انا ناطرتك على مفرق المول. ايه تمام تمام. يلا انا 5 دقايق وبكون عندك. بتحبي اجيب لك معي شيء؟ صراحة جاي على بالي كثير البوزة. شو؟ وين جزاني انا؟ شبيك يلا انا ناطرتك. ايه ايه تمام يلا 5 دقايق وبكون عندك. باي. وين جزاني انا؟ كيف بدي اجيب لها البوزة هلا؟ اوب بابا هيا جزاني. ميرسي. شو؟ شو عم تعملوا ورا انتو؟ ليكو كل شي سمعتوه هلا ما بتخبروا امكم فيه. ماما هيا على التليفون. شو؟ ايه نعم صار لي ساعة عم بسمعك على التليفون. ليكو رح جبركم معي بوزة اوكي؟ ايه اوكي. يي وانا؟ انت خاصة ما تعتلي هم، المحل كله لإلك.